الخير. كثر الحديث عن الإعلام الشبابي وتم تناول هذا المصطلح بشكل كبير، وتم تساؤل عن دور الشباب في الإعلام، وخاصة مع كثرة الوسائل الإعلامية وتنوعها. أيضا تم تطرق لمساهمات الشباب الإعلامية وكيفية الاعتماد على طاقتهم، وعقدت الآمال على ما يمكن أن يقدمه ويضيفه الشباب للإعلام السوري. اليوم سنتحدث عن واقع الإعلام الشبابي بين الدور المأمول وبين الممارسة، وكيف تغير وتطور دور الشباب في الإعلام بين الماضي والحاضر، وماذا يرسم للمستقبل، بالإضافة لتطرق إلى مفهوم صحافة أو إعلام المواطن ودور الشباب فيها مع ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من بين قوسين، الأستاذ فريد مليش، رئيس مكتب الإعلام والبحوث الشبابية في اتحاد شباب الثورة. أهلا وسهلا بك. سعد مساك. طبعا ليس هناك اتفاق بين المهتمين على مفهوم الإعلام الشبابي، يعني البعض يرى أن الإعلام الشبابي مهتم بقضايا الشباب، والبعض الآخر يرى هو معالجة لقضايا الشباب. نعم. مفهوم الإعلام الشبابي من وجهة نظر حضرتك. طب. هلأ لغويا المفردة مكونة من كلمتين، الإعلام والشباب. هلأ حتى ما نطلع من الإطار الزمني اللي عم نحكي فيه، نحن عم نحكي اليوم إذن بهذا الوقت في الواقع. فالإعلام دائما كان ياخذ الدور الاساسي في كل واقع، والشباب اليوم هو العنصر الفاعل. الربط بين القضيتين يتحمل الوجهين اللي حكيتي عنه. اول وجه انه يعالج قضايا الشباب، لكن الاعلام يعالج قضايا الشباب، ليس اعلام الشباب يعالج قضايا الشباب. او ان تطرح الاعلام بلغه الشباب او بطريقه الشباب او بذهنيه الشباب. ما الاعلام الشبابي هو يعني جزء من الاعلام بشكل عام. تماما. هلا اداء الدور، هلا نحن نحكي على الاعلام السوري مثلا، منقول انه قطع مسافات بهالمرحله بكوادر شبابيه، لكن قد ينقصهم التاهيل والتدريب، لكن اذا قطعنا 10 سنين سبقت، وين جيل الشباب كان بالاعلام؟ كان باتجاه. فانا عم اقول من حيث النتيجه، المتلقي من هو؟ المجتمع. المجتمع شاب في سوريا في 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 فئه منه فقط. تماما، فئه. اذا اعلام الشباب اما بلغه شبابيه ليحاكي المجتمع بهذا الاتجاه، او اعلام يتحدث عن قضايا الشباب. فالحالتين من الممكن ان تكون قائمه، لكن الوسيله الاعلاميه، الاداه الاعلاميه، السياسه الاعلاميه هي اللي بتحدد هذا الموضوع. المفرده او المصطلح اعلام الشباب او الاعلام الشبابي تحت اي مقوله تصف حاله؟ تصف حاله. هلا ما فينا نقول الاعلام الكهولي مثلا. بالضبط. تمام. الاعلام الشبابي تمام. لانه هو الاعلام الشباب هون محرك المجتمع. تمام. هنن يعني تمام. بذهنيه معينه. تمام. نعم. تمام. هي الذهنيه كنت عم احكي عليها، عندما نقدم الاعلام بذهنيه شبابيه، اي ذهنيه منفتحه، نعتمد على تقنيات تلائم جيل الشباب، مواضيع تهم الشباب وتنطلق من الشباب. يعني طرفي المعادلة، إعلام وشباب، اليوم اللي شاغلين الدنيا كلها، اليوم الشباب هن العنصر الفعال الأساسي بأي بقعة في العالم، أي بقعة إكس في العالم، الشباب هم العنصر الفاعل. لماذا في أحد الدول الأوروبية عندما وصل سن العمل للكهولي صاروا يستوردوا عمالة شبابية من الخارج لأنه وصلوا لها العمل؟ هلأ إذا أسقطنا ذلك على الإعلام، لو أنه هو على سبيل المثال، هذا الكلام لا ينطبق. لا ينطبق. لماذا؟ هلا تماما، هنا النقطة الأساسية. ماذا فعلنا لهؤلاء الشباب؟ ماذا قدمنا لهم كمجتمع، كإعلام وطني، لكي يكون هذا الشباب قادر أن يقول هذا هنا إعلام الشباب، هذا إعلام الشباب، من هنا انطلق، وهذه هي رسالة. من المقصود ماذا قدمتم؟ هل أنتم؟ هل كل الجميع. وزارة؟ هل المدرسة حتى البيت؟ جميع. المؤسسات الإعلامية؟ جميع. يعني نحن بحاجة لثقافة سورية جديدة تماما. تحاكي واقع الموجود بسوريا بشكل تماما. خاص وبالوطن العربي بشكل عام وفي العالم، وتحديدا فيما يحدث الآن من ثورات وفورات. تمام تمام. بدنا صنع حراك إعلامي جديد بذهنية جديدة شبابية. صحيح. هذا الشيء مسؤولية مين؟ وهذا الموضوع جدا مهم للغاية، وخاصة باتحاد شباب الثورة أنتم سباقين في هكذا مجال. صحيح. طيب. الموضوع اللي طرحتيه هو متشابك، لكن فينا نبسطه. المهمة مهمة تنموية، هي مهمة الجميع في كل المؤسسات، الدولة والأفراد والقطاع الخاص والقطاع العام والمهتمين إلى آخره. إذا بعيدا عن المقارنة لننتقل إلى أي دولة في المنطقة أو غيرها عم تشتغل إعلام حالة متطورة أكثر من سوريا، على شو اعتمدت؟ على أكثر من قضية. قضية المؤسسات الإعلامية، قضية الحريات الإعلامية، قضية البنى اللي تأسست صح، الإعداد والتأهيل والتدريب أساسي،
اليوم اذا كان الشاشه مثلا اللي هي جل اهتمام الشاب اذا كان حابب يشتغل في قطاع الاعلام، انا بقول في معد البرامج وفي اللي قاعد بالمونيتور وفي اللي عم يخرج كمان انسان مهم جدا. طبعا تماما هذا عمل تماماً. متكامل تماما. ما بيجي حدا بدون ما بدي اقول اني بعدت، بدي احكي بدقه. نحن اليوم هاي البنى اذا بدانا بتركيبها مستغلين هذا الواقع، مستغل وليس استثمار، استغلال هذا الواقع لنصنع واقع جديد هو الاستثمار الحقيقي لهذا الاستغلال. هذا الواقع يفرض علينا ان نصنع بنى اعلاميه وطنيه منتميه حقيقيه. هلا لانه ثبت انه الاعلام سلاح ذو حدين. وساقوم بتقديم مثالين. يا ريت والله. 2010 وكيف؟ تمام. اذا سمحت لي كيف؟ تمام. مثالين 2010، هلا نحن عم تحكي انتهاء شبه الثوره. اطلقنا مشروع بصيف 2010، لسه ما كان في ازمه والبلد بألف خير الحمد لله وان شاء الله حتبقى بألف خير. اطلقنا مشروع الاعلام الشاب، انطلقنا بكل اجناس الاعلام مقروء ومرئي ومسموع وشامل وصحافه الكترونيه مقروء. أوكي. مقروء. فبالتالي حتضفنا له الكاريكاتير، اعتبرناه هو فن لكن يحاكي الاعلام. فانطلقنا باربع ورشات عمل على مستوى المحافظات والمناطق واقمنا المشروع المركزي، وكنا نعمل بدأب بهدفين. الهدف الاول هو واجب تنموي تجاه الشباب، من واجبنا نقدم لهم هواياتهم. طيب هلا كليه الاعلام عم تعطي شهادات صح؟ طبعا. وزاره الاعلام بتدرب كوادرها. صح. سننتقل اليوم للمؤسسات الحاليه اللي عم تشتغل بالاعلام وما عم بتقدم الدور طبعاً. المطلوب. طبعا. اي من يقدم يعني. الاعلامي اخذنا هذا الدور على عاتقنا، نتاج تجربه ليست سنوات، عده سنوات عندنا انديه اعلاميه وصحافه وعندنا وسائل اعلام للشباب وعندنا صحيفه المسيره اللي هي تجريبيه كثير من الاعلاميين. بكفينا شو عم نقدم. تمام. حاصل لهون انا. فانطلقنا بهذا المشروع بناء على بنا. هون بدي قاطع موضوع المبادرات بالاعلام الشبابي. ما في مبادره، عمل منظم ودقيق. النجد ما في مبادره من قبل من؟ بشكل عام. أوكي. المبادره كمفرد اليوم. أوكي. عم نقول في مبادره حمله تطوعيه بتصير. أوكي. اما بالعمل الاعلامي الشبابي ما في مبادره، في عمل. أوكي. منظم ودقيق. هلا في 10 شباب موهوبين لديهم امكانيات العمل الاعلام، يحملوا مؤهل اعلام، يحملوا مؤهل جامعي، مؤهل ثانوي، ممكن يشتغل مراسل، ممكن يؤدي مقدم، ممكن معد، لكن تكامل ادوارهم هي الجانب التنموي اللي قمنا فيه نحن باتحاد شباب الثوره بمكتب الاعلام والبحوث، اطلقنا هذا المشروع. طب اليوم عم نشوف نتاجنا، مجموعه من الشباب والشابات اللي اتبعوا وتخرجوا من هذا المشروع. نحن ننتبه، ما اقمنا لحالنا، اقمنا نحن والجهات الشريكه اللي هي وزاره مثل؟ الاعلام والهيئه. نعم. العامه للاذاعه والتلفزيون. أوكي. انا ما عندي استديوهات تدرب حدا ولا عندي مدربين مختصين، لكن انا وضعت البنى والافكار النظريه وجمعت هؤلاء الشباب وقمت بالتشويق مع هذه المؤسسات. وكانوا متعاونين معكم؟ تماما متعاونين. طيب شو كان دور بس حوصل بعد اذنك لتوظيف هذه الجهود. اليوم وظفنا هذه الجهود لكن ليست بشموليه. طيب اليوم البلد سوريا الغالي كان فيها وسيله اعلاميه تلفزيونيه، القناه الاولى ثم الثانيه ثم الفضائيه. اليوم لدينا اكثر من 5 اقنيه مرئيه والكثير من وسائل الاتصال الاعلاميه كالصحافه الالكترونيه او الصحافه المقروءه أو الاذاعات الخاصه. نعم. اذا صار في استيعاب لهذه الجهود من الشباب، هذه الكوادر. هلا بالضبط هذه الجهود اللي بذلوها، فاللي بيتعب على حاله بيلاقي. اما اليوم مو حق مكتسب الي، انا عندي الكفاءه لاكون موجود في هالمكان الاعلامي، اوكي. ما عندي هاي الامكانيه كون في تكافؤ فرص. لا بيقولوا لك انا حابب كون. اها مو القصه مو رغبه، من هون انا فتت على قصه انه مو هي رغبه ولا هي مبادره، هي نتاج حقيقي. اللي بيمنح شهاده لمتدرب وليس كفو هو انقص من قيمه الحالتين، الاعلامي ومن انتج هذا المؤهل. فكيف اذا عين في وسيله اعلاميه؟ هذا كلام اخر يعود للمؤسسات التي تقوم على هذا الموضوع. وتحدثنا في ذلك في اكثر من مجال. اذا في تجربه واقع معاش عم بتعيشه حضرتك مع الكوادر المؤهله نوعا ما لتكون في مضمار الاعلام الموهوبة. الشبابي، نعم اذا بدنا نسميها الموهوبه. بهذه الازمه شو كان دور الشباب؟ شو قدموا؟ طيب. على ارض الواقع بشكل حقيقي. طبعا. وحسيت فعلا انه نحن بنشوف انه بيتمتعوا بذهنيه جديده، بتنوع، بنشاط، بحيويه، لكن في شيء ما عم يكمل. تمام. يعني هلا اجمل ما بالحديث انه يتكامل. التجربه الثانيه اللي كنت بدي كمل عليها قبل كمل الحديث فيها قبل ما نقطع الحديث وما قطعناه طبعا، هي افكار متسلسله طبعاً. ومتلاحقه. نادي المراسلين الشباب
عندما انوضع الدراسة والرؤية الحقيقية لأن يكون هناك تدريب وتأهيل للإعلاميين الشباب بكل الاتجاهات وأن تنتشر أفقيا في سوريا، والنادي المراسلين سيرى الضوء قريبا إن شاء الله، وترخص له هي جمعية غير حكومية وستكون بإذن الله هي فاعلة لإعلامي سوري قادم بطريقة، لأنه نحن إذا ما اشتغلنا باستراتيجية ما حننتج. طبعا انتقل لما تحدثت عنه أنه هلا الشاب مندفع، عنده اندفاع، هلا إذا اندفع فينه يزرع شجرة وفينه ينظف شارع، بس ما فينه يكون مقدم برامج، ولا فينه يكون عنده موقع إلكتروني قادر على إدارته، بدي يمتلك ناصية المعرفة والتأهيل والتدريب ليبحث عن الفرصة، مو لأنه بده. هي الفكرة، هلا نحن كقطاع شباب بنشتغل فيه وأنا عم بحكي كدوري بالإعلام وتأهيل إعداد وتدريب الشباب. القضية لو عايش معهم على تماس مباشر يعني. بالضبط بالضبط تماما. هذا الجيل كثير نحن مبسوطين فيه ومبسوطين إنه ننتمى له، لجيل الشباب أقرب له من الأعمار اللي قطعت. هلا هذا الجيل مندفع، عنده ذهنية. لكن تكفي؟ لا، هون فكرتي. نحن قدمنا له التأهيل والتدريب وحطينا له رجله على بداية الطريق الإعلامي. بده يتعب على حاله وبده يلاقي الفرصة. هلا واجبه يتعب على حاله ومن حقه يلاقي الفرصة، لكن انت بمساحة إعلامية بوطن أي دولة في العالم، ما بس عم بحكي سوريا، أي دولة هي محدودة. طيب عندي أنا 3 ملايين مؤهل ليكون إعلامي، قديش فيني استوعب منه؟ إذا هي قوة عمل في هذا المجال. من لا يمتلك، هلا طب بدي أحكي وسيلة إعلامية ثانية ولتكن مسموعة إذاعية، هل ممكن تقدم مذيع ما قادر على الأداء؟ عم بتسيء الاثنين. فإذا القضية الأساسية لحتى يكون نتاجي منطقي وحقيقي لحتى أصنع وسيلة إعلامية حقيقية، بدي أجمع بين التنتين. اسمي كوسيلة إعلامية وأداء إعلامية مهم، مين اللي عم يأديها؟ عم يأديها القائم بهذا العمل. هلا كنا عم نحكي منذ قليل بالكواليس ولا بنحكيها، لماذا بعض الإعلاميين في بعض البرامج هن صناع رأي، هن قادة رأي في مجتمعاتهم؟ لأنه قادر على الوصول إلى هذا المجتمع. في أحد الدول قادر مقدم برنامج أنه ينزل تظاهرة بالشارع لتحقيق مطالبه الشخصية دون ذكر أسماء يعني. طبعا. وهي حالة صارت مجتمعات قريبة من مجتمعاتنا. إذا يتحول إلى قائد رأي إذا كان قادر على التأثير في المتلقي. كيف إذا اتسعت دائرة هذا المتلقي؟ فهي الفكرة. بجيل الشباب اللي عم تشوفه حضرتك وعم تدربوهم، هل عم بيكون في كسر للكلاسيكيات والطرق القديمة يلي فعلا نحن بنشوف حالنا فيها؟ يعني كانت كلاسيكيات لكن كانت تصل مع قلة الوسائل الإعلامية الموجودة وكانت مؤثرة وذات بصمة، الآن لم نجد هذه البصمة عند كثر من الإعلاميين. تمام. كيف؟ هناك ثوابت، هناك ثوابت لا يمكن لأي إعلامي أن يتخلى عنها، وإن لم تكن موجودة فلا يقول أنه إعلامي أو معد أو مقدم أو أي كان يمتلكها. عندما يصل إلى هذا الحد من امتلاكها وليكن مقالة بده يكتبها بجريدة، تمام؟ إذا ما عنده الحدود الأدنى ليكون مراسل يعرف يصيغ خبر ما حيكون موجود، لكن يستطيع أن يصل إلى مرحلة متطورة أكثر عندما يستطيع أن يصيغ بطريقة سلسة وسهلة وبلغة واضحة تستطيع إيصال الفكرة المطلوبة على سبيل المثال. إذا هنا القضية الأساسية أنه عم تتطور وعم نواكب الوسائل كأداة تقنية، عم نواكب بحكم وسائل العصر، وسائل الاتصال، لكن ايضا بالوسيله الاعلاميه هذا الانسان، هذا الاعلامي، هذا الفرد ايضا هو بيطور حاله ونحن بنقدم له كافه مستلزماته. طبعا برجع بقول بالتشبيك والتعاون مع كل المجالات والنشاطات والمؤسسات. يعني عم نشوف اذا في افكار جديده بعيدا عن الكلاسيكيات موجوده. هلا انا بدي اعترض على لكن الكلاسيكيات، لكن مو شرط انه الجديد يكون الكلاسيكي هو موروث، هو موروث، هذا اللي بدنا نحكي. اذا هذا الموروث موجود وبدونه ما فينا نكون عندنا تطوير، فنحن عم نطور هذه القاعده انه نحن بنكون نرتكز على اساس مهم من الكلاسيكيات. تمام. اذا فينا نعتبرها قواعد في الاعلام أساسيات ومن وقواعد. ثم صحيح. يعني بنصير بقى بنشتغل حسب نبني الوقت. على هذه القاعده، على هذه الاسس، على هذا الموروث الاعلامي. ليش منطور يعني. لانه هذا الاعلامي اذا مرتبط بجذوره بكل شيء، يعني هلا اعلامي يطلع مثل ما بيقولوا فلتت ايامه وعصره وقدم بوسيلة إعلامية تنافي الوطنية، شو بدي فيه؟ صح. إذا هون التغذية الراجعة عكسية، فإذا انطلقنا غلط. فلذلك ربط هذا الشاب بإعلامه الوطني، بموروثه الوطني،
بهذا الواقع وتطويره وفق ما يلائم الصورة الجديدة، الصوت الجديد، الحركة الجديدة، صحافة المواطن. يعني رح نحكي إذا عنا، إذا يعني هون بده يكون في مع الماديات، مع الشغل على حالي، مع القناعات، أخلاق أيضا تماما في هذه المهنة يعني. تمام. طيب بدنا نحكي عن صحافة المواطن، ولا خلينا أول شيء نحكي عن الشباب بتطوير أنفسهم قبل ما ننتقل لصحافة المواطن. لا أنا ذكرت على سبيل المثال. لا رح نحكي عن صحافة المواطن اللي هلأ شاهدناها خاصة بالأزمة، لكن بدنا نحكي عن تطوير أنفس الشباب. يعني ينتقد البعض أنه الشباب ما عم بيطوروا أنفسهم بشكل صحيح، هل هي المشكلة فيهم ولا المشكلة بأنه ما في إمكانيات؟ أي هلأ بنسب، لكن الجزء الأكبر هنن السبب حتى يكون واقع. أنا ما بدي وصف المشكلة إلا إلى الحال. الاندفاع والإرادة مهنة كل شيء، بده يكون في عنده طريق يسلكه هذا الشاب الذي أراد أن يكون إعلامي، يجب أن يكون منطقي في تسويق إمكانياته وأن يصقلها. هلا مو معقول أنا أقول مطلوب من وزارة معينة، وزارة الإعلام، توظف كل الناس عندها وهي ما عندها إمكانيات إلا تأخذ المميز. طب ما تتميز أنت حتأخذ دورك بظروف مثالية، عم أحكي طبعا حتى يكون شفاف، لأنه ما عم نشوف هذا الشيء دائما. طبعا طبعا بظروف مثالية عم أحكي، بظروف منطقية مثالية نظرية على الأقل. هلا أسقطية على الواقع بتطبق 70% 60% 40% 90%، كل ما اقتربنا من النسبة الأعلى من تطبيقها نجحنا في وضع اللبنة الأولى التي تحدثنا عليها في مربع أول، حكينا فيه بأول الحلقة كيف نبني إعلام جديد. لماذا لا نقترب؟ أين المشكلة يعني؟ الأشخاص، الإدارة، ذهنية العمل، أسلوب التفكير، إلى الهدف. متى؟ هلا الى متى مناطه بالمجموعه، مجموعه الافراد والمؤسسات التي تعمل في مجال الاعلام سواء العام او الخاص. يعني بوزاره الاعلام وفي المؤسسات الاعلاميه شكاوى دائما ولا تنتهي، لا نرتقي بالاعلام، لا نرتقي بالاعلام، قطعنا اشواط، لكن نحن ايضا بحاجه الى كوادر حقيقيه، بحاجه الى كوادر مقنعه ان كانت على الشاشه صحيح وان كانت صحيح في الكلمه و و و يعني في مشكله حقيقيه. هاي القضيه الاساسيه من حيث الهدف والرؤيه، وخاصه أنا الاعلام صار هلا فعال يعني بقوه. قلت لك من شوي سلاح ذو حدين. انت اليوم الاعلام خلص حسب معارك تاريخيه، انت غيرت معالم. تمام. هلا لحتى بهالاتجاه بالذات ونقطه جدا حساسه، مناطه بالافراد والمؤسسات وذهنيه العمل. كيف انا اذا ما اعطيت رساله اعلاميه مقنعه لمره واثنين وثلاثه، بالمره الرابعه المشاهد ما حيشوفني، لا المستمع ما حيتابعني. انا بدي اقول لك عندي مجموعه بالصحافه الالكترونيه، عندي مجموعه على الفيسبوك، اذا ضليت اعطي اخبار دقيقه وحقيقيه اوتوماتيكيا اذا سمعت بخبر حافتح على هي المجموعه لاقرا، لانه صار عندها المصداقيه. كيف اجت المصداقيه من الكلمه والخبر الحقيقي؟ طيب بدي احكي على الصوره، بدي احكي على الصوت، بدي احكي على الاسلوب. المزاج العام اليوم صعب الداخل والخارج، المزاج المؤسسي صعب، في إرادة للتطوير لكن تصطدم بمعوقات منها محلية ومنها محلية داخل المؤسسة طبعا، ومنها هي تخرج عن إطار إمكانية المؤسسة. باتجاه الآخر الرأي العام، لما الإعلام بالأساس يحرك الرأي العام، بدون تفاعل الإعلام مع الرأي العام لا نتائج. ماذا يريد الرأي العام؟ ماذا يريد المواطن؟ ماذا يريد المشاهد المتلقي بأي مفردة من المفردات؟ هون سر النجاح ومأسسة هذا العمل وفق منطقية جديدة هي التي تؤدي إلى نتائج حقيقية. وبالإضافة لذلك الفرد المؤهل والكفو والإدارة بالأهداف، والإدارة بالأهداف لهذه المواضيع هي التي تصل إلى نتائج رغم أنها مفردة اقتصادية لكن تنطبق في اتجاه الإعلام. طيب كتير حلو هذا الحكي. هون بكلمة موجهة لوزارة الإعلام في هذا الخصوص، يعني احنا عم نشوف كوادر جديدة، كوادر شابة، لكن ما عم نشوف في محتوى مثل ما نحن بدنا، ما عم نشوف انه في حدا كمان مثل ما نحن بدنا، ان كان مقدم، ان كان نحن ما عم نعمم، نحن عم نحكي، نحن عم نحط ايدنا على الجرح لحتى واجبنا نرتقي كمان. واجبنا الوطني نحكي بهذا الاتجاه، لانه هي سوريا. تماما هي سوريا وتستحق ذلك واكثر من ذلك. هلا وزارة الاعلام هي مؤسسة ومديريات وقائمين عليها. هلا الربط بين هاي القضايا مسألة ما أنا سهلة لكن ليست بالصعوبة. إذا ما بدي يكون قادر أعمل مفصل تغيير وأطلع الطلعة التي تلائم الوطن وفي هذه المرحلة عندي مشكلة. يا أما المشكلة بالفرد
وهنا القضية بالإدارة اللي حكيت عنها، يا أما المشكلة بالهدف، بس حط الرؤية واضحة بوصل للهدف. وزارة الإعلام وزارة قوية، قطعت خلال السنتين مسافات جدا رائعة واستطاعت الوصول للجمهور بشكل واسع، ولكن تحتاج إلى تطوير وترسيخ وإقناع هذا الجمهور بالمتابعة. أستطيع أن أشاهد أو أقرأ أو أسمع وسيلة إعلامية كما أسلفت وأركز على ذلك، لكن نريد الاستمرارية. أنا جزء من الجمهور، أنا جزء من المزاج العام قطعا. يعني هلا بنحكي بصيغة ديمقراطية، إذا المجموعة بيقول أدائي لازم يكون أحسن من هيك، هل من المعقول يكون أنا صح والجمهور غلط؟ لا. إذا بالنتاج العام بدي أقنعه بالمادة الإعلامية والمحتوى اللي حكيتي عنه، وبمقدمه وبمعده وبأداته وبأسلوبه وكيفية الوصول وآليته، بدي أكسر كل الحواجز لوصل لهي النتيجة. وإذا ما عملت هيك بكون أنا ما قطعت المسافة المطلوبة. هلا أنا لوصل لهون بكون قطعت المسافة المطلوبة. تمام؟ نريد يا وزارة الإعلام قطع المسافة المطلوبة كما تحدث الأستاذ، طبعا الأستاذ فريد ميلش. وأنتقل إلى هذا التقرير مع الزميل أدونيس شدود عن آراء الشباب في الإعلام الشباب السوري، ولن عودة. الحديث عن أن العالم أصبح قرية صغيرة يسهل التواصل فيها أصبح مألوفا أمام حجم المعلومات وكمية الأخبار التي باتت متداولة بين جميع أقطاب هذا العالم، صباحا مساء، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وفي كل اتجاه. وبرز دور الإعلام الشبابي وكثر الحديث عنه وعن مساهمات الشباب من خلال طاقاتهم في مختلف أنواع وسائل الإعلام، ولكن السؤال كيف هو واقع الإعلام الشبابي في سوريا بين الدور والممارسة، وهل يرضي هذا الواقع الجيل الشاب؟ كطالبة إعلام بدي دور على وظيفة بالأيام، يعني بتوقع أنه بيلبي جزء من طموحاتي، لأنه وسائل الإعلام بحاجة كتير أنه تتطور أكثر، وأنه يكون فيها يعني تلامس طموح الشباب أكثر. يعني مثلا أنا بتوظف وسيلة إعلامية رح أمشي مع رئيس هاي الوسيلة، مو مع طموحي أنا شو حابة أعمل شو حابة أساوي. في محاولات كتير للتركيز على فئات الشباب ومشاكل الشباب بشكل عام، ولكن حد الآن يعني ما غطتها بشكل كافي، أو ما حسينا أنه نحن أخذنا الحق الكافي بتحقيق طموحاتنا أو طموحات، أو في كتير شغلات يعني أنه مهمشة أو نحن منحب أنه ينحكى فيها مواضيع، بس للأسف ما عم نلاقي كلام من هذا الشيء. في محاولات لتجاوز العقلية الجامدة، في محاولات لإدخال الشباب بالعملية الإعلامية، يكونوا هنا الركن الأساسي بالعملية الإعلامية. عمليا على أرض الواقع ترجم هذا الشيء بالقنوات اللي تم افتتاحها عن جديد، إن كان إذاعات أو قنوات تلفزيون. هلا لسه هي بتضل مشروع تطور، يعني مشروع تلبية الطموح، نأمل أنه تلبي الطموح عن جد. آمال كثيرة تعقد على ما يمكن أن يقدمه ويضيفه الشباب للإعلام السوري، كون الجيل الشاب يمتلك طاقات ورؤى قد تحقق العلامة الفارقة في واقع هذا الإعلام. لبرنامج بين قوسين، أدونيس عصام شدود. عدنا مشاهدينا إلى برنامج بين قوسين، والأستاذ فريد ميليش ضيفي طبعا هو رئيس مكتب الإعلام والبحوث الشبابية في اتحاد شباب الثورة. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. بدنا نحكي عن صحافة المواطن، هذا المفهوم الخاص يمكن اللي بدأ مع الأزمة السورية، بتحكي لنا عنه أكثر، وخاصة أنه كمان كنتوا على تماس مباشر مع ما قدم من فيديوهات أو طروحات أو حتى مقالات في هذا الخصوص. صحافة المواطن هي نتاج طبيعي للإعلام الإلكتروني. هلا الإعلام الإلكتروني بدأ بشكل عام في كل مكان بالعالم مع شبكة العنكبوتية وتطورها وانتقالها. مواقع التواصل الاجتماعي كانت نقطة تحول أساسية في هذا الاتجاه. هلا اليوم إذا بدنا نحكي ونسقطها على هاي الرقعة الجغرافية الغالية السورية اللي نحن فيها كناس وكمجموعة بشرية يعني وكجغرافيا. هلا شبابنا، شباب سوريا يعني طبعا، شبابنا امتلكوا ناصية المعلوماتية والتقانة كثير. اي بدي اسقطوها على الواقع كيف؟ ليس فقط بالاختراع وليس فقط بكسر البروكسي ليدخلوا مواقع الكترونية لحتى يفوتوا يأدلوا بدلوهم، تمام؟ عندما وجدوا انه هاي البوابه او الحاجز انكسر بينه وبين المواقع الالكترونيه، صار يفوت دايركت على الفيس او تويتر او مواقع تواصل ثاني، مواقع الكترونيه ليتفاعل
ويعطي نتاجه الحقيقي أثبت أن هذا الشاب امتلك ناصيتين: المعرفة التقنية بالإضافة للانتماء وإعلام وصحافة المواطن. ثم انتقل من الشباب إلى الأجيال الأكبر. اليوم بنشوف نحن الآباء ترى أبنائها بتحس أنه قصرة صيرتية تتبع. فالمواطن هو فرد شاب أو تجاوز عمر الشباب رغم أنه شباب بالعقلية التفكير. فكل من يعمل باتجاه صحافة المواطن والإعلام الإلكتروني يمتاز بالذهنية الشبابية بالمطلق. وهنا لسنا متعصبين للشباب، إما لذهنية الشباب بامتلاك تقنية مواقع التواصل الاجتماعي. رأيت بصحافة المواطن يعني تقديم للجديد، وكان فعلا في شيء يقدم أهم مما يقدم ربما أحيانا في الإعلام؟ هلا هون في سلبيات وإيجابيات. هلا هذه الشغلة كل الناس شافتها بحكم أنه المتتبعين طبعا. هلا اليوم بيسمع بحادث سيارة في مدينة ما بينطر التلفزيون، الصورة لبين ما تيجي على التلفزيون بتاخذ وقت، لكن الموقع الإلكتروني دايركت بيجيبها عن طريق الصفحة المحلية حتى في الحارة. إذا في مصداقية لكن ليس هناك مهنية. ليست دائما المصداقية أيضا. أيضا. تماما، هون عم بقول سلبيات وإيجابيات. هلا المتتبع المتلقي هو اللي هو الوحيد اللي قادر يقول في مصداقية أو لا. لأنه كثرت الغايات والأهداف. بالضبط بالضبط. هلا اليوم مجموعة معينة على صفحة تواصل اجتماعي تنقل أخبارها الرقعة الجغرافية في منطقة أو مدينة في سوريا، بتنقلها مرة واثنين وثلاثة. بالآخر إذا كان خلفها ذهنية إعلام له أهداف، وليس هناك إعلام بدون أهداف صحافة المواطن، ممكن بالنهاية يوصل إلى طريق خاطئ. فإذا هي سلبياتها وإيجابياتها. بالوعي قادر على تلقي المعلومة الحقيقية، هي واحد. اثنين، الأسلوب كيف يؤدي. هلا ممكن واحد بسيط قاعد في قرية وعنده لابتوب وحط هذا الخبر ونزله وشافوه الناس، بيصدقوه أكثر من اللي بيلعب على المفردات إلى حد ما. لكن بالنهاية هو ساحة مفتوحة تحتمل الخطأ والصواب، يحتاج جميع المستخدمين إلى ذهنية الإعلامي وأسلوب الإعلامي بالصياغة على الأقل، بالصياغة. يعني هلأ خبر بدون زمان ومكان وشرح تفصيلي له ونتائج، أو خبر بدون مصدر له، طب على أي أساس بيقتنع الجمهور فيه؟ إذا الممارسة، الوعي، الخبرة. توارثنا خبرات كتير قوية شبابنا اليوم، توارث خبرات نتاج العمل والتطوير العمل، ولا أتحدث اليوم فقط عن التقنية. وصار في عندكم ملتقيات، يمكن الملتقى العربي الشبابي يمكن أحدث في تونس، شاركنا فيه طبعا، شاركوا فيه مجموعة من الدول طبعاً العربية طبعاً. هذا الشيء قديه مهم لأنه يخلق أيضا أفكار جديدة ويكون في تجارب جديدة وإبداعات. بالضبط. قديه مهم هذا الشيء، ويصير في تبادل ثقافي إعلامي. نعم نعم. هلا التبادل إلى حد ما نحن بالدول العربية، هلا نحن بتشبيكنا بالعلاقات الشبابية باتحاد شباب الثورة ومنظمات الشبابية بسوريا الثانية، هي اتجاهين، اتجاه عمل وإطار، وهذا الاتجاه الشبابي اللي عم تحكي عليه اللي فيه المجال. هلا اشتركنا بأكثر وصار في تمازج. هلا شبابنا اللي عمرهم الزمني في صحافة الإعلام الإلكتروني أو صحافة المواطن لا تزيد عن سنتين أو ثلاث، استطاعوا مواكبة من قطعوا مسافات في دول عربية صار لهم عشرات السنين عم يشتغلوا في المواقع الإلكترونية ويفوتوا عليها. اللي كانوا شبابنا يكسروا البروكسي ممكن تعديهم على الأصابع، اليوم هني أوسع، استطاعوا أنه يواكبوهم وحتى يتفوقوا عليهم. وشفنا هذا الحكي أنه على سبيل المثال الجيش السوري الإلكتروني اللي بنوجه له التحية استطاع مرحلة مراحل يصد هجمات ويهاجم. عمرهم الزمني والافتراضي سنتين ثلاثة، الآخرين اللي عم يهاجمونا عمرهم الافتراضي عشرات السنوات. فهي شبابنا. حلو كتير. إذا هدول الشباب اللي عم يقدروا بهي الفترة الزمنية البسيطة وبإمكانيات بسيطة أنهم يكون عندهم خروقات رهيبة حتى بالفكر. نعم. طيب نحن هون كيف بدنا نساعدهم وندعمهم؟ هلا خاصة بعد ما أصدر السيد الرئيس المجلس الوطني للإعلام بتشكيل جديد من رئيس ونائب وأعضاء. طبعا. شو كان الدور للمجلس الوطني الإعلامي فيما قبل عندما أسس؟ شو شفنا على أرض الواقع؟ وشو مسؤولية الجدد وإن كان في ثغرات إلى أي حد والنسبة لازم تتلافى فيها هذه الثغرات؟ كثير هذا الكلام هو بيرتبط بموضوع كيفية تطوير الإعلام في سوريا. عندما تم تأسيس المجلس الوطني للإعلام رأينا أن هناك مساحات أرحب للإعلام وتطويره في سوريا، ولا أتحدث هيكلية الوزارة هي هيكلية إدارية، لكن هي وزارة الإعلام لديها موروث، لديها على كاهلها موروث. لما شفنا المجلس الوطني للإعلام رأينا واقع أفضل،
لكن خلال فترة زمنية إذا ما قدر أدى شيء فكان هون السيد الرئيس بتنظيمه وترتيبه بإصدار قرار ومرسوم جديد بتعيين، ولا لا أتحدث عن أشخاص، أتحدث عن نتاج. ماذا أنتج المجلس الوطني للإعلام السابق؟ لم ينتج شيء. لماذا لم نرى شيء على الأرض؟ ما هو دعمه للإعلام الوطني؟ لا، هذا الكلام غير واقع. فنتأمل خيرا من حيث المؤسسة والأشخاص بهذا الاتجاه. يعني إذا نحن هلأ هون من هذا المنبر نحن بالمجلس الوطني للإعلام نريد كذا وكذا وكذا. نعم. ماذا نريد؟ شبابنا يستحقون كل الاهتمام في مجال الإعلام. نعم. يستحقون خلق وإيجاد ليس فرص عمل من أجل مردود مادي لبلورة هذه الطاقات والإمكانيات. الإعلام الوطني في سوريا ليس مناطاً فقط بوزارة الإعلام أو كلية الإعلام. مجلس الإعلام بتنوعه وتعدده وآلية تفكيره وحتى بقانون الإعلام قديش عنده مساحة رحبة من العمل، يستحق أيضاً تطبيق. طبقوا القانون واشتغلوا، هذا البلد وهذا الوطن وشبابه وإعلامه يستحقوا واقع أفضل تصنعوه من خلال اللي أعطاكم يا سيد الوطن وقالكم أنتم مجلس الإعلام. أعطوا شيء جديد، مو بس وزارة ولبس كلية الإعلام. إلى أي درجة يجب إبداء الرأي والرأي الآخر والنقد في الإعلام أيضاً؟ هي القضية الأساسية. وقد ايه مهم لازم نحط يعني نصب أعيننا أنه نحن في منافسة، ليش لا ينقال عن البرامج الأخرى إن كانت لبنانية أو مصرية هي تفوق؟ ماذا ينقصنا؟ هلأ لحتى بعد أكثر من لبنانية أو مصرية، الإعلام ماله سمة الوطنية ولا ينتمي، لكن من حيث النتائج نرى أنه ينتمي. حتى بلبنان الوسيلة الإعلامية اللبنانية تصب في جهة معينة. بالنهاية بنقول برنامج سوري على محطة سورية كوطنية ومذيعة سورية. تمام. لا عم بحكي بدول. أوكي. هلا إذا بدي انتقل لحالة تانية، أوكي لا خلاف طبعاً. الوسيلة الإعلامية تنتمي لهذا الوطن، لكن حتى في هذا الوطن الوسيلة الإعلامية تتجه من حيث الهدف. طبعاً. نعم. أي. هلا الإعلام في أي مكان من العالم هو رسالة إعلامية ويهمه الجمهور. تمام. هلا عندما حكينا عن قائد الرأي في برنامج تلفزيوني بنلاقيه بيتنقل بين قناتين حسب العقد تبعه. صح. وبيتنقل وثلاثة أيضا. والقناتين على سبيل المثال قناتين متناقضتين وليس متعارضتين في دولة مثل لبنان، لكن هذا الإعلامي استطاع أن يصنع الدور، لكن هناك قانون للإعلام يرعى الإعلامي في القناتين ويرعى الرسالة الإعلامية. هذا التنوع. طيب بدنا نعمم، في دول على مستوى العالم إقليمية أو عالمية، في دول اليوم متطورة اقتصادياً كثير لكنها ما تمتلك ناصية الإعلام ولا التأثير الإعلامي، عم تحاول تمتلكها اليوم، وفي أمثلة قائمة أمامنا. هلا قديش في محطات تركية؟ كثير، بتفوقنا كثير، لكن شو قدم الإعلام التركي لليوم شيء جديد للإعلام العالمي؟ ما بتحسي يعمل شيء. الإعلام اللبناني بحسه أقوى، بجوز كمتلقي عربي. طب نحن حكينا هلا، حكيت حضرتك انه قانون الاعلام مميز عنا في سوريا، لكن لا ينفذ بشكل صحيح. القضيه بالتطبيق، نحن دائما عنا مشكله تطبيق. تماما. هي الافراد ومؤسسه العمل. يعني مشكله اذا الافراد دائما سيتحكموا في المؤسسات وفي شان عام وبدنا نضل هيك. هلا اتفقت معك بكثير قضايا، بس كلمه يتحكم لا. هلا صانع القرار في اي مؤسسه هو بيصدر تعليمات، اما التقييم هو القضيه الاساسيه، من يقيم هذا العمل؟ الذي قيم عمل مجلس الإعلام، مجلس وطني الإعلام وقانون الإعلام، الجمهور لم يرى شيء. الجمهور أنا واحد منهم وحضرتك. طيب ما شفنا شيء، ما حنقول إنه عملوا شيء. فإذا لا يمكن أن نقيم إلا الواقع والحقيقة. فإن اجتاز مجلس الإعلام الوطني بإدارته جديدة متجددة، ملك المتجددة خلينا إن شاء الله نتأمل، وطبقوا قانون الإعلام وخطوة خطوة للأمام، سيقال بعد سنوات أو شهور أو أكثر أو أقل هذا المجلس طبق القانون وخطأ بالإعلام السوري خطوة إلى الأمام، وهذا هو المطلوب. طيب هل أنت مع التطوير في قنواتنا الإعلامية ببرامج موجهة للشباب الإعلامي، للشباب العربي تحديداً والسوري خصوصاً؟ يعني نحن عم نشوف قلة في البرامج الشبابية. صحيح. الموجهة للشباب لفكرهم بمرحلة عمرية معينة، وهي المرحلة قد ايه مهمة يافعين والشباب كثير. نعم. مهمة. نعم. لتأسيسهم بشكل صحيح. طبعاً. الإعلام السوري قاصر في هذا الاتجاه. هلأ بحكي عن تجربة خاصة. هلأ أستاذ فريد أنت بتعرف قديش نحن عم بنمر بمشاكل نفسية واجتماعية وسياسية، يعني عم تترك آثار كتير سلبية على جيلنا إذا ما كان في تربية صحيحة وتنشئة صحيحة. صحيح. بتحكي مجال الصحافة المكتوبة، كم صحيفة عندنا في سوريا؟ ثلاثة رسميات ووحدة خاصة ولتكن الوطن.
وليس لا أتحدث للترويج لأي صحيفة، كم شاب لديه هواية الإعلام يستطيع الكتابة في هذه الصحف؟ ولا شاب. بينما في صحيفة المسيرة يستطيع الشاب أن يكتب ويصحح له المقالة وتنزل المقالة باسمه. أنتجنا منذ عام ونصف مع صحيفة الثورة ملحق الشباب الثورة، وهم مجموعة شباب بيراسلونا ومنزودهم بالمواد الإعلامية وبينشروا له. طيب كويس، هذا الشاب لقى حاله وتطور، شاف تجربته، طيب بمكان آخر ما حيلاقيها. إذن نرجع يعني نشوف التشبيك والتعقيد والتكامل بين كل الأفكار في مجال إعلام الشباب، بياخذ فرصته وبيسقل تجربته، قادر انه يؤدي الرساله المتطوره اكثر واللي هي مطلوبه منه، لانه بالنهايه بدي ادي دوره الوطني. انا بكفي يكون موهوب؟ طيب خلي موهبتي احبسها بالبيت وضل غني ببيتي وما اطلع على برنامج، شو اعمل؟ اذا القضيه الاساسيه ترجمه هذا الموضوع، ودائما اركز على التقييم بالنتائج. التقييم بالنتائج هي القضيه الاساسيه اللي قادره انه تخلق واقع جديد بكل اتجاه. قد ايه مهم ارتباط المؤهل العلمي والهوايه عند الشباب؟ مقولي دائما اكررها، هناك من يحمل الشهاده وهناك من تحمله الشهاده. جميل. الشهاده والمؤهل طبعا المفرده. ايه فهناك الكثير من يحملون اجازه الحقوق ومسجلين في نقابه المحامين، لكن ادائهم محدود الى تسيير عمل معين. طبعا ومع احترامنا للنقابه وزملائنا، لكن نحن بنوصف واقع كامل وقيس على ذلك. النقابه شو عم تعمل؟ دورها عم بيكون فعال؟ ولا هي موجودة؟ هلا النقابة موجودة، إذا دورها وعمل نقابة هي متطلبات وكذا بتقوم بدورها. هلا أصابت طورت تراجعت حديث آخر، لكن في المجال وزارة الثقافة أليست معنية أيضا؟ تماما تماما. الدور المناط بوزارة الثقافة يجب أن يأخذ دوره الحقيقي باتجاه الشريحة الأوسع، وليست مكتبات ومراكز ثقافية فقط، وليست ندوات توعوية فقط. هذا الدور التنموي قد تقوم به وزارات. شو مطلوب منها؟ شو لازم تعمل؟ هي بتعرف شو لازم تعمل بس يمكن مقصرة؟ هلا إذا بدنا نحكي هلا بالأزمة جوز الظروف ما عم تخليها، لكن أكيد هي أثرت بالسابق، مشان هيك شفنا نتائج على الأرض غير مرضية، مع إنه أنا بعرف وكلياتنا بنعرف وتربينا ودرسنا بمدارس سورية وفتنا مراكزنا الثقافية، بنعرف إنه كل الإمكانيات تسخرت طبعاً. لكن طبعاً. أين نتائج هذا العمل وهذه الإمكانيات؟ ولا نضع فقط في رسم الوزارة، لكن إلا دور أساسي اسمها وزارة الثقافة طبعا، ليس لها تسمية أخرى، هذا عملها. والثقافة بالتعريف المفرد هي محصلة النتاج اللاملموس للمجتمع. إذا من حيث إنتاج المجتمع اللاملموس، هنا أضع الإصبع لأقول هنا 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 أخطأنا هنا. فهذه الأزمة رغم كل ذلك أوصلتنا لحالة ممكن صرنا نعرف أين أخطأنا وكيف سنصلح. طيب إذا بدنا نحكي عن الإعلام الشبابي العربي والسوري أيضا في مواجهة العولمة الثقافية، يعني نحن عم نشوف هون بقى هون في أكثر من نقطة، لأنه نحن بدنا نستخدم العولمة لكن بشكل إيجابي لخدمة مصالحنا وخدمة بلدنا والارتقاء، وليس صحيح التغريب الثقافي كما يريدونه في الخارج. صح. طيب هلا الغزو الثقافي وآلياته اللي بدأت مع العولمة، ما بدنا نفوت بتفصيلاتها اللغوية لأنه بتاخذ كثير الوقت. فدائما كان الغزو الثقافي وآلياته تستخدم العادات والتقاليد واللغة والموروثات إلى آخره لتكسر حاجز الثوابت والقضايا قضايا الوعي. هلا كلياتنا ببيوتنا تربينا على عادات، هلا إذا فترة مع فترة عاداتنا تغيرت صار موروثنا يختلف من الورث والأجيال القادمة. هذا اللي قدروا عليه. في مجال الإعلام هي أداة، كانت أداة أساسية وهامة للترويج لثقافة العولمة لآليات وأدوات، يعني هي كانت أداة للترويج واستطاعت توصل في كثير مراحل. يعني هلا في مجتمع ما إنسان يسلك سلوك غير لائق مرة على مرة ما حيعيدها، لكن إذا زاد عددهم حيقولوا إنه صارت هاي المجموعة البشرية عاداتها جديدة، ثقافتها، أسلوب كلامها طبعا، لغويا، ثقافيا، السلوك في المدرسة، الأنظمة الموازية اللي صارت تلائم الجيل. نحكي على المدارس، قديش فرقت مدارسنا وليش؟ بنحط إشارة استفهام وأكثر من وحدة، بنقول لماذا؟ هلا ما المطلوب نرجع لحالة معينة، بأي اتجاه هذا الطالب، هذا الجيل يختلف، لكن بالنهاية في شيء غريب عن مجتمعنا، منين إجا؟ مين أدخله؟ مين ساعده على الإدخال؟ الإعلام كان دور أساسي. طبعا طبعا، ونحن كأفراد
هلا نحن منفعلين بالقضيه، هلا اذا تحول لازم نكون منتبهين اذا تحولنا لفاعلين هون القضيه، نحن منفعلين حكينا. اذا تحولنا لفاعلين بهالقضيه ومسكنا ناصيتها اخذنا الايجابيات منها مع حد اعلى وليس ادنى من الوعي والموروث للثقافه والتقاليد اللي نحن تربينا عليها، ربنا اهالينا وصرنا عليها، راح يكون نتاجنا ان شاء الله. بشكرك كثير الاستاذ فريد مليش رئيس مكتب الاعلام والبحوث الشبابيه في اتحاد شباب الثوره، شرفتنا. شكرا شكرا لك. مشاهدينا طبعا الى كل الشباب، الطريق طويله وبحاجه اكيد الى مسؤوليه تتحلى بالصفات المهنيه ودون اي تاثيرات خارجيه، وعلى كل المعنيين اكيد الاهتمام بهم لاثبات قدراتهم ودعمهم. شكرا لكل من تابع وشكرا لكل من جاء ضيفا، واشكر شبكه اخبار قمحان على تحميلها كل حلقات برنامج بين قوسين على الفيسبوك واليوتيوب، وكل المحبة من فريق العمل مني أنا ريم معروفة أدونيس عصام شدود. بأمان الله.